ديال اليوم باش نفيقوا الحكومة ونقولوا لها راه ما بغيناش داك النظام الأساسي اللي نزلاتو علينا من السماء. ما تشاورتش فيه مع الهيئة ديال التدريس، ما تشاورتش فيه مع الممثلين ديالنا اللي حنايا اليوم منخرطين معاهم في هاد المسيرة. الحكومة كتحاور مع النقابات والنقابات ما بقاوش كيمثلوا الهيئة ديال التدريس. على ما كتشوفوا اليوم ومنين بدا الحراك التعليمي النقابات ولاو كيدافعوا على الحكومة، ما بقاوش كيدافعوا على هيئات التدريس. اللي كنطالبوا به هو حوار جدي مع الممثلين ديالنا اللي كاينين في الميدان. حنايا ما طالبين من الحكومة حتى شي حاجة، حتى شي شرط تعجيزي. الشرط الوحيد باش نرجعوا للأقسام هو سحب النظام الأساسي. ما بغيناش يتجمد، ما بغيناش تعديلات واهية، لان التعديل اللي كتقول الحكومه تعديلات واهيه ما كتصبش في الصلب فين حنايا عندنا مشكل مع النظام الاساسي. الحل الوحيد هو السحب ديالو. سحبوا النظام الاساسي، خليونا نرجعوا لوليداتنا، خلينا نرجعوا لاقسامنا. وهذا الشيء اللي كاين اليوم. حضور الجامعه الوطنيه المنتفي التعليم في هذه المسيره للشغيله التعليميه بكل مكوناتها المتضرره بكل هذه الاطارات التنسيقيه التي تؤطر هذه الديناميه النضاليه هو شيء عادي، لان الجامعه الوطنيه المنتفي التعليم هي جزء من هذه الديناميه النضاليه، ليس اليوم ولكن منذ سنتين، لان كنا ننبه الوزاره ان المسار الذي يتخذه الحوار القطاعي سيؤدي الفشل. واليوم هذا الاحتقان، هذا التوتر هو مؤشر على هذا الذي كنا ننبه منه. استجبنا لدعوه وزاره التربيه الوطنيه وانخرطنا في جوله حواريه، قدمنا مقترحات شغيله تعليميه، قدمنا من سلام طلابي، اخذنا معنا كل 5 تنسيقيات وطنيه مؤثره في الساحه في الوفد ديال جامعه الوطن المنتفي التعليم. اتفقنا مع وزاره التربيه الوطنيه على لقاء لاجل استماع للردود وللاجوبه. فاجئنا يوم الاثنين ان وزاره التربيه الوطنيه خذلت الجامعه الوطن المنتفي التعليم، تنصلت باللقاء المزمع عقده واشترطت علينا، يعني اشترطت علينا يعني ان نصدر بيان ندعو فيه الشغيله التعليميه الى العوده. نحن رفضنا هذا الحوار المشروط واستعنفنا برنامج نضالي ديالنا المنسحب مع هموم الشغيله التعليميه. هذه المسيره التي المركزه التي ننظمها اليوم تأتي لتؤكد استراتيجية التنسيقيات الجديدة، مسيرة ممركزة تعطي رسائل سياسية للحكومة على أن هؤلاء الناس لازالوا مصرون ومتشبثون بحقوقهم، وعلى الحوارات التي ستخرج بعد غد أن تقدم حلولا حقيقية لإرجاع أبناء المغاربة إلى المؤسسات. ومسيرات أخرى على المستوى الجهوي تعطي رسائل رمزية للرأي العام على أن الأساتذة في كل ربوع الوطن، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، لازالوا مستمرون وصامدون. وهذه هي رسالة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين يطالبون بالإنصاف إلى جانب جميع مكونات الجسم التعليمي اليوم بالمغرب. هناك رسالتين في هذه المسيرة. الرسائل السياسية موجهة للحكومة لكي تستوعب أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بزيادة صغيرة في الأجور، بل الأمر يرتبط برفع الضيم ورفع أيضا الحقة وأيضا إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم. الأمر اليوم يتعلق بشيء أكبر من زيادات في الأجور، بل يرتبط بما هو رمزي، إعادة الاعتبار لرجل التعليم باعتباره نموذجا داخل المجتمع المغربي. الرسائل الأخرى الرمزية هي تريد أن تقول للناس أن هؤلاء الناس رغم هذه الزيادات هم لازالوا متشبثون بحقوقهم، وأنها ليست كافية ولا يمكنها أيضا أن تعبر عن حجم ما تركم من إخفاق وأيضا من ظلم داخل هذا القطاع عبر حكومات متوالية. لذلك هم يرفعون الصوت عاليا لأعلى سلطة في هذه البلاد وأيضا للعقلاء داخل هذا البلد بأنه آن الأوان لتحقيق إنصاف ومصالحة حقيقية مع نساء ورجال التعليم.